الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله يا بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي افتتاع على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البذي انطقة بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى ذان المكان وبه الكفصلة بالبعد أو بذمه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. قال اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه واستغنى عن حده بعده كلها خمسة ذا للمذكر وذي للمؤنث وذاني للمثنى المرفوع المرتفع وتاني المثنى المؤنث المنصوب المرفوع المرتفع وذين وتين لهما في حالة الجر والنصب وأولئي للذكور وإناث تقول أولئي إخواني وأولئي أخواتي لا فرق. قال بذال مفرد مذكر أشد تقول يا أخي ولك أن تقول يا أه ولا إيه كذلك بذي وذي للمؤنثة أسماء الإشارة المؤنثة عشرة تقول ذي وذي 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 وذات وتي 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 وتا والله وذكر بعضها. قال بذي وذي افتتاع على الأنثى اقتصر يكفي هذا. قال وذاني ثاني للمثنى المرتفع المثنى المذكر تقول ذاني. قال رحمه الله المرتفع هذه دقة منه لأن بعض النحاة يقول ذاني مبني على ألف وبعض يقول معرب إعراب المثنى هو قال المرتفع المرفوع مرتفع والمبني مرتفع فهو وضع العبارة بالصورة تقبل احتمالين وذاني ثاني للمثنى المرتفع من قال هو معرب قال أنا لم أقول إنه مبني قلت مرتفع لأن كل مرفوع مرتفع ولا عكس تقول جاء ذا لا مرتفع لا مرفوع جاء زيد مرفوع ومرتفع تقول جاء ذا لا مرتفع لا مرفوع لأنه مبني وتقول جاء زيد مرتفع ومرفوع مرتفع لأنه وقع في محل رفع ومرفوع لأنه معرب واضح. وفي سواه ذينتين ذكر تطع سوى المرتفع المنجر والمنتصب تقول رأيت ذيني وتيني ومرت بذيني وتيني واضح. وبأولاء أشر لجمع مطلقة ذكورا كانوا وإناثا تقول أولئي إخواني وأولئي أخواتي والمد أولى لأنها لغة الحجازيين وبها جاء القرآن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هؤلاء الذين أقصدوا لا إله إلا الله برحمة. ومع ذلك القصر لغة عربية فصيحة لغة تميم أولى تقول أولاء إخواني وأولاء أخواتي لغة تميم بالقصر. والمد ولد البذ انطقاء بالكاف إذا كان المشار إليه بعيدا تضع له الكاف تقول ذاك ثم نبهك قال هي حرف تتصرف وتصرف المخاطب إذا خاطبت أنثى تقول لا لاك أخي إذا خاطبت إناثا كما قالت امرأة العزيز فذلكن الذي لم تنني فيه إذا خاطبت مثلنا تقول ذلك وما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم كما قال يوسف لصاحبي السجن واضح. والأكثر أن توافق أن تطابق المخاطب وقد تخالفه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم. المخاطب جب وقال ذلك وكافي حرفا دون لام أو معه إذا أحببت تقول ذاك أو ذلك على أن المشار إليه درجتان قريب تقول في ذا ومتوسط بعيد تقول في ذاك وغيره ابن مالك من النحاة يقول المشار إليه ثلاثة ورتب قريب تقول في ذا ومتوسط تقول في ذاك وبعيد تقول في ذلك هو درجة على أن المشار إليه درجتان واضح. ولذلك تقع بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة إذا قدمتها لذت اللام لازم تقول ها ذلك لكن تستطيع أن تجمع بينها وبين الكاف تقول هذاك وهي لغة العامة اليوم هذاك لغة فصيحة عربية واضح. واللام إن قدمتها ممتنعة ما سر ذلك لأن زوائد الكلمة تكون أكثر من أصولها ها ذلك الهاء زائدة واللام زائدة والكاف زائدة والذال أصل والألف أصل الأصول صارت أكثر من الزوائد صارت أكثر من الأصول وذلك منع عطوها. وبالجملة تمتنع اللام في ثلاثة مع المثنى مطلقا لا يجوز أن تقول ذاني لك
تقول ذلك كما قال تعالى فذلك برهانان، وتمتنع في أولاء الحجازية، لازم تقول أولئك وتجوز مع الأولى التميمية. قال شاعرهم أولئك قومي لم يكونوا مشابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك تميمي. أولى المقصورة تتهلا لا، أما أولاء الحجازية لا تصحبها لا. وكذلك تمتنع في ناس تصدرت فيها، هو الذي إشار إليه. ولا دبق بكاف حرفا دون لا، واللام إن قدمتها قال رحمه الله وبهنا، هناك أسماء إشارة خاصة بالأماكن، قال هنا أو ها هنا الشيء لا داعي المكان، تقول هنا مكاني أو ها هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف. وبه الكاف الصياف البلد تقول هناك أو اللام هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل جلالا شديدا. وبه الكاف الصياف أو بثم فخ انطق بثم، تقول جلست ثم، جلست بالماضي والتاء فاعل في موضع رفع، وثم اسم إشارة مبني في موضع نصب ظرف. أو هنا تقول جلست هنا بعيد، أو هنا أو هنالك انطقا أو هنا الله أعلم. ها التنبيه قد يأتي بعدها ضمير رفع منفصل ثم يأتي اسم الإشارة فيعرف الضمير مبتدأ ولكثرته القراء ننبهك عليه. تقول ها أنا ذا، ها حرف تبديل، أنا مبتدأ مبني في موضع رفع، وذا اسم إشارة مبني في موضع رفع خلاص. وها نحن ذاني، وها نحن أولئك، وها أنت ذا، وها أنتما ذاني، وها أنتما تاني، وها أنتن أولئك، وها أنتم أولئك. وربما عادوا اسم عرض التنبيه مرة أخرى، تقول تعالى ها أنتم هؤلاء يزدعون يزنفقون، أعاد